هاد البسبوسة بيضة وحدة، المكونات ديالها سهلين، ما فيها شي حاجة اللي صعيبة لا في التحضير ديالها ولا في المكونات. كتجي هشيشة وزوينة في المذاق، وتصف التحضير ديالها ما فيهاش بزاف سهلة. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقتي في التحضير ديال هاد البسبوسة. السلام عليكم، مرحبا بكم، فيديو جديد ووصفة جديدة في شهيوات السباعي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير. تحضر اليوم بسبوسة بيضة واحدة. المقادير: عندي نص كاس ديال الليمون كما كتعرفوا، الكاس ديال العنبة باش كنعبروا، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السميدة الرقيقة باش كنصوبوا الحرشة، 3 المعالق السكر سنيدة، السكر الخشن، عندي شوي ديال القشره نتاع الليمون او البرتقال محكوكه، معلقه نتاع الخميره الحلوه، نص معلقه ديال الفاني، قبيصه نتاع الملح. غادي نبدا على بركه الله في التحضير ديال هاد البسبوسه. سهله لا في المكونات ديالها اللي كي عاديه، ما فيهاش شي حاجه اللي ما غاديش تكون عندنا. هاد المكونات كلهم كيكونوا في الدار، بيضه كما كتشوفوا، سكر سنيدة، سكر الخشن 3 المعالق كبار، نص كاس تاع الزيت، زيت المائدة، نص كاس تاع الليمون معصر أو البرتقال، شوية تاع الملحة، قليل من الملح، قياس. غادي نبدا على بركه الله نخلط هاد العناصر باش ينسجمو. اللي عجبو التحضير ديال هاد البسبوسه يدير لايك، واللي عاد اكتشف القناه يدير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلو الجديد. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديال هاد البسبوسه تعجبكم، سهله ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. ماشي هاد المكونات ما فيهاش بزاف. كاس ديال السميده عامر، الخميرة معلقة صغيرة عامرة، نص معلقة ديال الفاني عندي أنا في القرعة، بعدين نخلط هاد السميدة مع هاد الفاني، الخميرة، الخمارة الفورية، نبقى نخلط هاد الشي مزيان حتى تحرك تخلط السميدة مزيان مع الزيت، سكر سنيدة، حبة البيض، نزلت قشرة تاع الليمون أو البرتقال، تاهي كتجي النسمة ديالها مع الفاني كتجي فيها نسمة زوينة. هي ما كنديروهاش في الأول حتى كنساليو التحراك باش كتبقى ريحتها عطية. نبقى هكا على هذا الشكل حتى نحركها مزيان. عندي هاد القوالب ديالها او ليمول على حساب، هادو انا عندي فيهم 6 على 16. غادي نفرق هاد المقياس اللي عندي، ولكن السيدات كل وحده وكيفاش غادي فاش غادي ديرها في القالب اللي عندها. هاد القوالب راني دهنتهم بالزيت ورشيت عليهم السميده باش ما تلصقش ليا فيهم. دابا هنا كنقادها فيهم ودرتهم في هاد الطاوه باش ندخلهم للفران مجموعين. الفران دابا راني شاعلاه، غادي يكون سخون، وغادي ندخلها شويه تبدا تحس بالطياب ونقص عليها ونخليها كطيب على المهل. هاد القوالب ديالها عجبوني انا في هاد الشكل هذا، يمكن لي نديرها في واحد ولكن عجبوني بهكايا. تجي ما تجي السمك ديالها غليظ، كيجي السمك ديالها رقيق وكتجي زوينه. دابا هاني خويتها فيهم، دابا غادي ندخلها للفران طيب. السميده شويه كتقبط الوقت في الطياب، كتبان ملي غادي تبدا تحمر شويه من الجناب
كنطفيو عليها ونديرو عليها العفشه شويه من الفوق، صافي غير تتحمر شويه نطفيو عليها. عندي هنا كاس ديال الليمون او البرتقال، عندي معلقه ديال السكر الثقيل معلقه كبيره، غادي نردو فوق البوطه يطيب، نشعل عليه العافيه ونردو كيطيب حتى تخرج ان شاء الله من الفران، ونوليو نتلاقاو باش تشوفوني كيفاش غادي ندير. ها هي البسبوسه خرجتها من الفران، اللون ديالها هكا كيجي. هاد العصير تاع الليمونه والبرتقال اللي طيبته مع السكر الثقيل راه كنخوي عليها سخون، حيت هي ما درتوش فيها سخون ملي بعد خرجت، خليتها شويه بردات. دابا هاد العصير الليمون كنخوي عليها سخون باش كيدخل فيها مزيان، وكتجي هشيشه وكتجي كتماسك، كتجي في الفم معلكه. انا درت عليها شويه تاع الكوك اختياري من الفوق، ولكن السيدات بغاو يخليوها غير هكاك تجي زوينه، بغاو يديروا فيها شويه د اللوز مهرمش شويه ولا شويه كاوكا ولا بحال هكا الكوك، راه جات رائعه. تنتمنى تجربوها بهذا التحضير باش حضرتها انا، سهله لا في المقادير ديالها ولا في التحضير. وكنتمنى اللي عجباتو يدير لايك، واللي عاد تكتشف القناة يفعل الجرس يدير اشتراك. وبالصحة والراحة إلى فيديو مقبل إن شاء الله.